السلام عليكم يا جمهوري العزيز، اليوم رح شارك معكم هيدا الفيديو. رح اعمل معكم مهلبية مع كوكو ورح خلي الوصفة على الشاشة. هيدا الفيديو مثل ما شايفين رح يكون مختلف، مش رح يكون سكتش ولا اغنية، بس قريبا عم نحضر لسكتشات كتير حلوين ورح يعجبوكم. مثل ما لاحظتوا اعمالنا عم بتكون قليلة هيدي الفترة بسبب انه الماما عم بتكون تعبانة، ما عاد فيها تصورنا كتير مثل قبل، بس رغم كل هاد عم نحاول نضل مستمرين ورح نضل مستمرين. تتذكروا هيدي الطنجرة بأي فيديو كانت؟ كانت بفيديو كليب فرقع يا بوشار. بتعرفوا أكتر شي بالبيت شو بحبه؟ المطبخ، لأنه ألوانه كتير حلوة، راحة نفسية وبتعطيني طاقة حلوة. كيف قضيتوا الصيفية؟ أنا كتير تسليت لأنه ولاد عمي إجوا من لبنان وعم نضل مع بعض، بس قريبا رح تبلش المدرسة ورح يرجعوا على لبنان، رح اشتاق لهم كتير كتير. بحب أقول إنه كل بنت تساعد أمها بالمطبخ بأي شي لو كان بسيط، بعمل الحلويات أو الطبخ أو الجلي كمان، أي شي عشان نريح أمهاتنا وناخد رضاهم، وهيك كمان نتحمل مسؤولية من نحنا وصغار. على فكرة كتير بيسألونا نحنا من أي بلد؟ نحنا من لبنان، ولكن نحنا ساكنين ببلد أفريقي غير عربي. وبيسألونا كمان أنا وحسين بأي صف؟ أنا طالعة على الصف الثالث متوسط، وحسين رح يصير بصف الأول ثانوي. في كتير من متابعينا حابين يعرفوا ليش نحنا ما مننزل فيديوهات كل يومين او اسبوعيا، فبحب خبركن انه التصوير مش سهل ابدا وبياخد كتير كتير وقت معنا. مثلا الفيديو يلي بتشوفوه 4 او 5 دقايق بيكون ماخد معنا من اسبوع لعشر ايام، ونحنا بقناتنا مثل ما تعودتوا علينا ما منحب ننزل اي شي دون المستوى، دائما منحاول تكون اعمالنا تليق بجمهورنا الحلو. وصراحة بعض الاحيان تعب الماما وشغل البابا ما بيساعدنا ننزل كتير فيديوهات. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكن، ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، ولا تنسوا تضغطوا على الجرس حتى يوصلكن كل جديد. باي.